السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، من مدينة الصقر في ولاية تيرت بالجزائر لا أتكلم. اليوم نتكلم على الكبشة تاع العيد. كما راكم تشوفوا هنا هذا موال بالبطاقة نتاعو يفضح الموالين، قال لهم كيفاه تشتروا الخروف بجملين ونص وتوكلوه مليون وفي العيد تروحوا تبيعوه بست ملايين ونص. نعم، افضحهم اصحابه في السوق افضحهم. احنا نقول فقط احنا مانيش معايدين، مانيش معايدين من بكري، اللي ولده يخلص الف ملايين يشريها غير مصروف في الشهر، ما يبغى الاول على الشهر. كيف يشري كبش ست ملايين ونص ولا سبع ملايين ولا؟ إذن موالين اللي يربوا الغنم تعطيهم الدولة باطل، الزرع باطل، النخالة باطل، وكي يعطوهم كريدي ما يردوش، يدوه ويزيدوا يوكل الغلم نتاعو ويبيع الزيادة نتاع الخالة يشريها ب يدي فيها 400 ألف في القنطار، والزرع يدي فيه 400 ألف في الشكارة، كلش رابح موالين. وزادوا هذو 3 سنين ولا بيعوا العيادة يدوا فيها 3 4 5 6 ملايين فايدة. أنا نقول هذه الكلمات للموالين اللي هدر عليهم هذا، للموالين اللي هدر عليهم هذا، ستادير يدوا 4 ملايين في الخروف فايدة. هذو مش عباد، هذو مش بشر، هذو سيدي مونستر، يعني انتع الخيانة، سيدي مونستر تاع الخيانة. يبيع الزرع يدي فيه، يبيع النخالة يدي فيها، وكي يلحق العيد يدي 4 5 6 ملايين في الخروف. إذا صحيح هما خيان، ما يستاهلوش حتى اسم بنادم. اللي هدر عليهم هذا انتم خيان كبار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.